المرض اسمه واحد بطنة رحم معجرة، لكن التخصص بتاعه كتير. هو مرض متخصص قوي، بيجي في أماكن مختلفة قوي، عايز وعي وفهم وإدراك حقيقي، وقبل كده عايز تصديق، تصدق المرأة اللي قصادك اللي تحمل جوه كل خلاياها ونسيجها ألم، وسبب للألم بتشيل السبب بيحصل انفراد. بطانة رحم مهاجرة هتفضل موجودة بتنهش في جسد المرأة، سواء مرأة متزوجة أو امرأة مسامة. أدي الهارمونيكا وإحنا بنشتغل وبنعمل في البلين اوف كليفج الوايت لاين اهو، وانت بتحاول انك انت تفصله. مريت بتجربه يعني سيئه جدا، كان بينزل بول دموي، يعني كنت بجيب بول دموي. انا كنت بحس بالم صعب قوي. كنت طبعا جايه عشان خاطر الانجاب اتاخر لمده 5 سنين، وفي بطانه رحم مهاجره وفي التصاق، فقال لي ان احنا ان شاء الله هنعمل عمليه منظار. عملنا عمليه المنظار، وبعد ما عملت العمليه على طول يعني الشهر الثاني فحصل حمل معايا. كنت بعاني من البطانه دي من وانا بنت، وانا ما كنتش اعرف ان انا بعاني منها اصلا. 5 شهور كده ما فيش خلفه خالص، كل شهر الدوره جايه الم ونايمه وتعبانه ومش بتحرك، رجلي الشمال دي ما بتتحركش، ايدي الشمال ورجلي الشمال، والم في ظهري فظيعه، وما باكلش ولا بشرب، ترجيع، نزيف في الدوره، الم في البطن، دخول حمام باستمرار، امساك مزمن، مغص. بعد ما عملت الاشعه الثلاثيه اتضح ان البطانه عندي متوغله لدرجه ان هي دخلت على الامعاء والشرج والمثانه ومبهدلاني خالص. لما جيت بقى دخلت العمليه والدكتور سيد عمل لي العمليه، انا فعلا كنت عايشه ميته، بس الحمد لله بعد ما عملت العمليه بدات الالم بالتدريج تروح واحده ورا واحده. بعد 3 شهور لقيت نفسي حامل، وان شاء الله انا طالعه اولد، وانا ان شاء الله هجيب بنت.